بعد ما أخذناكم في جولة حول أبرز عناوين الصحف العربية والعالمية، نأخذكم الآن إلى أبرز العناوين في الصحف السودانية لنتعرف عليها. من هناك مراسلنا محمد إبراهيم، أهلا بك محمد. يعني لو تطلعنا على أبرز العناوين التي صدرتها الصحافة السودانية هذا اليوم. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة هناك عدة صحف صدرت صباح هذا اليوم، أبرزها اليوم التالي. اليوم التالي تحدث عنوان السودان ضمن 6 دول يواجه خطر سقوط صاروخ صيني. نشرت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية صورة جديدة للوقوف على آخر مستجدات سقوط الصاروخ الصيني. أبرزت الأماكن المعرضة لخطر الحطام على الخريطة بعد فقدان السيطرة على الصاروخ وتوجهه للغلاف الجوي أمس. وبحسب الصورة المعلنة للخريطة المتوقعة أن تواجه 6 دول عربية خطر السقوط الصيني، وهي السودان، مصر، ليبيا، تونس، المغرب والجزائر. وتشير الصورة ل4 خطوط رئيسية تمثل أماكن على طول المسار الأرضي باللونين الأزرق والأصفر، وهي مناطق معرضة لسقوط الحطام، بينما الأماكن المحيطة أو التي لا توجد تحت الخط المرسوم مباشرة اعتبرتها غير معرضة للحطام. أما صحيفة السوداني الصادرة صباح اليوم أيضا تحدثت عن توقيف 18 مهاجر غير شرعي في الحدود السودانية الليبية. تحدثت عن أن قوات الدعم السريع يعني أوقفت مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمنطقة سيوف أبو فاطمة بالقرب من الحدود السودانية الليبية، وذلك بعد أن تلقت قاعدة الشفرلات العسكرية الحدودية معلومات تفيد يعني بوجود نشاط لعصابات الاتجار البشر حول منطقة سيوف أبو فاطمة، وتمكنت القوات من توقيف 1 أفراد العصابة الليبية الجنسية وعدد 18 فردا من ضحايا الهجرة غير الشرعية على متن سيارة سندرة كانوا على وشك عبور الحدود السودانية الليبية. أما صحيفة الجريدة الصادرة صباح اليوم تحدثت عن أن قيادي بالجبهة الثورية الترويج يتحدث عن تمسكنا بالوثيقة السابقة لأجل اتفاق السلام مكايدات سياسية. استبعد طبعا القيادي بالجبهة الثورية بحر كرامة أن يكون تمسكهم بالوثيقة الدستورية السابقة لأجل الحفاظ على اتفاق السلام، واعتبر أن الترويج لذلك يعد واحدا من بين العشرات التي وصفها بالمكايدات السياسية لتشويه اتفاق السلام. واتهم كرامة في تصريح للجريدة من ينظرون لذلك بأنهم يرغبون في المضي في طريق الأمس والتي ستقود لنفق مبني. ماذا يا محمد عن الأخبار التي تصدرت في معظم المواقع الإلكترونية السودانية هناك؟ طبعا معظم الأخبار اليوم يعني تحدثت عن أن هناك يعني تسوية بين المكون العسكري والقوى السياسية، تفيد بأن التسوية يعني أن هناك يعني جرت بين في محادثات غير رسمية بين قوى الحرية والتغيير والجيش، يعني توصلت لتفاهمات يعني مع تحالف الحرية والتغيير يعني بأن كبار الضباط العسكريين لن يخضعوا لملاحقات قضائية. وأوردت أن المحادثات غير رسمية بين قوى الحرية والتغيير يعني برعاية البعثة الأممية بدأت التوسع، وتحدثت عن أن الاتفاق نص على مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والاتحاد الديمقراطي الأصل، وأشارت إلى أن قادة الجيش قدموا يعني ملاحظات على مستوى الدستور وطلبوا تعيين القائد العام بجانب ملاحظات قادة الجيش على مسودة مشروع الدستور، تحتوي أيضا على وجهة نظر الجيش حول إعادة الهيكلة والتخلي عن بعض أنشطته. يعني هذا هو أبرز الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الانتقالي، التواصل المواقع الإلكترونية الإخبارية.
المواقع الإلكترونية والمواقع الإخبارية أيضا، الصحف أيضا هو يعني هو القاسم المشترك بين الصحف السيارة الآن. يعني هذه هي أبرز الصحف التي يعني. شكرا مراسلنا محمد إبراهيم، كنت معنا من السودان من في إلى القاهرة الإخبارية، شكرا لك جزيلا على كل هذا العرض.